النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه. وكلمة المشيئة صورتها في اليمين كأن يقول: والله إن شاء الله لن أدخل هذا البيت، فدخله فلا حنث عليه، يعني لا تلزمه كفارة. وسواء قدم المشيئة قبل اليمين أو في ثنايا اليمين أو في آخر اليمين، كأن يقول: إن شاء الله والله ما أدخل هذا البيت، أو والله إن شاء الله ما أدخل هذا البيت، أو والله لا أدخل هذا البيت إن شاء الله. فإن خالف يمينه فإنه لا كفارة عليه.